عمان ينضم إلينا الدكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق وخبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات. دكتور فاضل أهلا بك معنا. إذا ما هي التداعيات الغذائية الأولية لأزمة البحر الأحمر، وطبعا ما يفرضه تضييق الحوثيين على السفن التجارية حتى الآن؟ مساء الخير. زي ما تفضل التقرير وأوضح بالأرقام، التداعيات هي كبيرة جدا، وآخر تقرير للفاو بالرغم من انخفاض من المصدر أسعار الغذاء للشهر السابع على التوالي، إلا أن أسعار المناولات وما يتم إضافته في سلسلة الإمداد الزراعي وهذه سلسلة التوريد تحديدا تشكل عقبة أساسية أمام الغذاء. إذا ما نظرنا إلى ما يحدث حاليا في البحر الأحمر تحديدا، بمعزل عن العوامل الأخرى سواء في بنما أو في أوكرانيا أو في غيرها، نجد أن هذا التأثير له تأثير مباشر على سبل التوريد. خلينا نتحدث عن الغذاء إلى دول أوروبا ودول شمال أفريقيا تحديدا في حوض البحر الأبيض المتوسط، راح يكون له تأثير كبير جدا. قد يكون التأثير أقل على دول المشرق العربي لوجود طرق بديلة، سواء من خلال موانئ منتشرة على الخليج أو غيرها، إذا ما تحدثنا بالنسبة إلى سوريا ولبنان والأردن، ولكن بشكل أساسي هذا التأثير المباشر على دولنا في شمال أفريقيا وغير الدول الأوروبية. إضافة إلى ذلك، هناك نقطة أخرى مهمة، أن سهولة انسياب البضائع في البحر الأحمر كانت تؤمن موردا ماليا ضخما لمثلا جمهورية مصر لمصر. أيضا عدم وصول هذه السفن إلى دولة مثل الأردن راح يحد من إمكانيتها حتى في التصدير، لأنه هي ليست نقطة بداية للسفن، وإنما هي نقطة استلام وإعادة تصدير بنفس السفن. فعدم ورود هذه البواخر راح يؤدي أيضا إلى تعطيلها حتى لو كان باتجاه أوروبا. لذلك التأثير كبير، وبدأنا نلمس ذلك في تضخم أسعار الغذاء. هل يمكن دكتور فاضل أن تتحول الأزمة مع يعني طول أمدها إذا ما استمرت إلى ما يشبه أزمة الحبوب مثلا التي خلفتها حرب روسيا في أوكرانيا، أم أن هذا أمر مستبعد؟ لا بالعكس، أنا أتفق معك، هو راح تتحول إلى أزمة ممتدة، وحتى لو تم الانتهاء أو التخفيف من العمليات راح يبقى حالة عدم اليقين لدى الشاحنين، لدى شركات الشحن، لدى شركات التأمين اللي رفعت تأميناتها بشكل عالي راح تبقى موجودة. وهذا بعيدنا إلى أنه نتذكر ما كان يحصل قبالة السواحل الصومالية في عمليات القرصنة، حتى مجرد مرورها في مقابل السواحل الصومالية من خليج عدن ونزولا إلى الدول الأفريقية كان يشكل عائق، ويضطروا إلى تحويل المسارات، وكان التأمين مرتفع وأخذت سنوات حتى عادت إلى طبيعتها. وهذا اللي ممكن يحصل في البحر الأحمر. طبعا احنا مش عمالنا بنذكر شو تأثيرها على السودان، ميناء وحيد على البحر الأحمر، او حتى جيبوتي، او حتى إريتريا وأثيوبيا اللي بتعتمد على هذه الموانئ أيضا. فدولة مثل السعودية أكيد عندها موانئ أخرى على الخليج، فبالتالي مشكلة محلولة، لكن هذه الدول راح تتأثر بشكل مباشر، والآن تتأثر حاليا في تضخم، في ارتفاع الأسعار في بعض الدول. التضخم الاقتصادي في الغذاء وصل إلى أكثر من 3% في بعض هذه الدول نتيجة أزمة التوريد من البحر الأحمر. نعم. طيب دكتور فاضل، هل تدفع هذه الأزمة إلى إيجاد بدائل لم تكن موجودة على خارطة الغذاء العالمية؟ يعني نعلم أنه لدينا اليوم رأس رجاء الصالح وطريق بديل للتجارة بشكل عام، لا نتحدث فقط عن الغذاء، ولكن هو أيضا مشكلة تتعلق طبعا بالوقت الأطول وبالتكاليف الأعلى. بالتالي يعني هل يمكن أن تخلق هذه الأزمة
طرق بديلة جديدة؟ هل هي ممكنة؟ هل أنت كمتابع يعني بشكل حثيث ودقيق لهذا الملف، هل ترى أنت مثلا أنه يمكن، موجود في طرق بديلة يمكن أن تخلق؟ نعم، بالعكس، على يعني قبل هذه الأزمة بعدة أشهر كنا بنتذكر أنه كان في مشروع مطروح لربط الهند بأوروبا من خلال موانئ الخليج، ومن ثم عبر سكة حديد تمر بالسعودية والأردن إلى ميناء البحر الأحمر واستكمالا إلى أوروبا. هذا خط كان مقترح حتى قبل هذه الأزمة. وأيضا هنالك خط آخر مقترح، اللي هو الخط العراقي التركي، اللي هو يمر من ميناء الفاو في جنوب العراق مرورا إلى تركيا ومنه إلى أوروبا، إضافة إلى الخط الآخر اللي هو ضمن شبكة الخطوط اللي فكرت فيها الصين، وهو خط وسط آسيا الذي يمر من شمال الصين في جمهوريات آسيا الوسطى مرورا بتركيا إلى أوروبا. فالخطوط، وهنالك خط إلى جبال الأورال وإلى شمال أوروبا، فهنالك الخطوط هذه كانت موجودة. لكن متى توضع موضع التنفيذ، ومتى تستطيع أن تكون عاملة بحيث أنها تعطي البديل إلى ما يتم حاليا في البحر الأحمر؟ هذه مسألة خاضعة لنقطتين أساسيتين، النقطة الأولى التمويل، والنقطة الثانية الإرادة السياسية والظروف السياسية التي قد تعرقل، يعني ما يحصل الآن في غزة يعرقل تقريبا هذا الخط اللي كان راح يمر في الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. ما يحصل الآن في البحر الأحمر قد يسرع، ولكن هنالك عوامل قد تعيقه، لكن البدائل موجودة وكان يتم التفكير فيها حتى قبل حوادث البحر الأحمر. دكتور، هذا يعني يجعلني أفكر أنه من هو المستفيد من هذه الأزمة؟ كان هناك الكثير من المستفيدين من أزمة الغذاء نتيجة طبعا الحرب الأوكرانية. الآن هذه الأزمة هل تفيد طرفا ما أو دولة ما أو جهة معينة؟ يعني سؤالك وجيه جدا، خليني أنا أفكر قبل ما أجاوبك عليه بالخاسر. الخاسر هو المستهلك في هذه الدول اللي تعاني أساسا من انعدام الأمن الغذائي أو من درجات محددة في انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي التضخم وتأخر وصول الغذاء لها راح يكون له تأثيرات سلبية. أما المستفيد حاليا، يعني هنالك العديد من المستفيدين، يعني نبداهم بشركات التامين وشركات الشحن نفسها واسعار الطاقه والوقود اللي راح كمان يرتفع، هذه راح يكون لها دور. لكن لا يوجد دوله محدده بذاتها ممكن ان تستفيد من ذلك، الكل متضرر من هذه الدول. اذا كانت في شرق اسيا، الصين، اليابان، كوريا كمصدرين او كمستوردين، او اذا كانت في اوروبا مستورده ومصدره في نفس الوقت. قد تكون الوحيده التي في منأى عن ذلك هي الامريكا، شمال امريكا وجنوبها، وهذا ممكن يعطيهم ميزه نسبيه في البضائع، ممكن تصير خطوط الامداد تتعلق بما ينتج في هذه الدول على سبيل المثال، ويكون هنالك نوعا من الفائده الاقتصاديه للامريكيتين الشماليه والجنوبيه. بين الولايات المتحده والصين دكتور فاضل، من هو يعني الاكثر استفاده ايضا من هذه الازمه؟ لانه الصين نعلم كما ذكرنا في التقرير صادرات الصينيه الى القاره الاوروبيه مبالغ هائله، وبالتالي هذه الازمه تعرقل يعني استفاده الصين، لكن في نفس الوقت كما ذكرت انت قبل قليل انه الصين ايضا لديها مشاريع بديله يعني وهي جزء اساسي وجوهري في سلاسل التوريد بشكل عام بسبب طبعا مبادره الحزام والطريق والطرق البديله التي ايضا تفكر فيها، مع الاخذ بعين الاعتبار انه في حرب تجاريه مستمره بين الولايات المتحده والصين وهي يعني مرشحة دائما للتصعيد. باعتقادك هنا في هذه الأزمة، من هو يعني متقدم بالفائدة على الآخر؟ يعني من قراءة بسيطة للأرقام اللي بتبين تضرر حجم التجارة من الدولتين، نجد أن الصين هي المتضرر الأكبر.
والصين كانت تستبق هذه الأمور سابقا مثل ما تفضلت بمشروع الطريق والحزام، وخاصة الطريق اللي يعبر وسط آسيا حتى تأمن وصولها إلى الأسواق الأوروبية. لكن حاليا في ظل الظروف والمعطيات الحالية، المستفيد الأكبر هو الولايات المتحدة اقتصاديا، والمتضرر من هذا هو الصين بالتحديد إذا ما حطيناهم بالترتيب. لكن يعني في عندنا طرف آخر مهم جدا إنه ناخذه بالحسبان، اللي هو أوروبا. أوروبا من أكبر المتضررين حاليا بغلق قناة السويس، ليس فقط غذائهم أو بعض من غذائهم ومستورداتهم تأتي من خلال البحر الأحمر، وإنما الصادرات الأساسية. وهذا بإمكاننا أن نلاحظه في أرقام التصدير والإنتاج. مثلا في السيارات بدأ يختلف عما كان عليه في نهاية العام الماضي، ويتأثر سلبا بالاتجاهين، سواء من ناحية استيراد القطع الأساسية كالموصلات وأشباه الموصلات وغيرها إلى نعم السوق الأوروبية، أو من ناحية تصدير ما ينتج. وأتصور كلنا بنعرف تسلا مصنعها الأوروبي خفض إنتاجه نعم بفعل هذا الإغلاق. أشكرك جزيل الشكر دكتور على هذه التفاصيل وهذه الإحاطة. دكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق وخبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات، شكرا جزيلا لك.